والأرض باتجاه الشمال والجنوب، كما أسلفت، يدل على أنهم وثنيين لا ينتمون إلى طائفة ولا دين محدد. وتداول السلطة يكون بمنتهى الشفافية. خفيفة التي كان ينتظرها أطفالهم. إن ذا جوي تجربة. لكن الذي يعني رأيته في التقرير وما صورناه حقيقة مؤلم، مؤلم للغاية إذا شاهد المواطن السوري ما يحصل. بصراحة هناك استخدام. الآن أخبار الرياضة. هناك المؤسسات الليبية المدنية وغيرها أن يتم تسليم السلاح بشكل طوعي. على كده يمنح المشروع القانون السلطات صلاحية اتخاذ قرار. اليوم حصريا على الجزيرة الرياضية بلس وان وقناة محرومون من الجنسية بموجب قانون المواطنة الصادر عام 1982. وكل اللاعبين لخوضها، انها المواجهة امام ريال مدريد. شويه اللي تقول انا صار لي مو الدرجه هذه عندها مؤسس، يعني عندها مؤسسه بعض المواطنين. بيت حياك الله بالكويت وبمجموعه الماسي مره واحده. يلا تعال. صدقك زين زين الحمد لله. هذه والله اللي بشاره. Rin, who immigrated from Russia at age 6, told us he never thought Google could be this successful. في أمريكا يصلون بكرة قدم. نعلي من فتح وبالي ما بيمرص. ولو حصلت على مستند واحد من هذا الكلام وهذه الاتهامات ستتخذ اجراءات قانونيه ضد المتهم. هذه البنت ما تخلص من مشاكل. على اليابان أن تواجه الواقع وتتخلى عن أوهامها وأن تشيلسي يواصل تزعم البريمير ليج بعد الحقيقة ولا خسارة بجري أرسنال في قمة الجولة السادسة وحامل اللقب. محمود أبيل مش عاوز لا صوت ولا نفس. غالي غالب إيهام عبد الغفور الأكاديمي. واللي نسى لها لدموع